الاستثمار في صناديق الذهب التي توفرها الحكومة، فكيف ذلك؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم في تغطيتنا، كما سنستعرض أيضا خطوات البدء في الاستثمار بصناديق الذهب. الحقيقة أن صناديق الاستثمار في الذهب تستطيع البدء في الاستثمار فيها بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، والتعامل يكون في ذهب معتمد ومضمون، كما أنها توفر جزءا من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى أيضا توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف، وتخضع هذه الصناديق أيضا للإشراف والرقابة، مما يوفر قدرا عاليا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية. وفي هذا السياق دعونا نوضح أن عرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض فيه أيضا آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة لأول مرة تنجح الهيئة في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية منظمة لتلك الصناديق. وهذا كله في وقت يبحث فيه الكثيرين من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم. أشار أيضا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء إلى أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة خاصة بالأخص في الذهب تعد بديلا استثماريا يلبي احتياجات فئة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة وسلسة، حيث أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة، وهذه البدائل تراعي الشفافية والوضوح بسعر الذهب، أو فسعر الذهب يكون معلنا على موقع البورصة المصرية. أيضا يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط. والآن صناديق الاستثمار تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، فهي توفر قدرا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية. وننوه أننا شاهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري، وهو صندوق إيزيد جولد من قبل شركة أزيموت في مايو 2023، وخلال أيضا العام الجاري 2024 تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثاني، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب، ذهب السبائك، كما يجرى بحث طلب الإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصرية. أشار أيضا إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية واضحة وإدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع الذين يريدون هذه الادخار بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتجه إليه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات. مشاهدينا، هذه كانت كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. بنشكركم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.